ونبدأ بكلمة الأستاذة دينا عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحقيقة أنا أولاً بقدم كل الاحترام والتقدير للمرأة الفلسطينية، الأم والأخت والابنة الجدة اللي استحملت درجة من درجات القهر والعنف اللي مش ممكن أبداً أي حد في الدنيا يقدر يتوقع إن هي سيدة تقدر تحتملها، وكانت الحقيقة بتدي نموذج في منتهى العظمة للاحترام والقوة. قد إيه كلنا قلبنا مش بس بينفطر عليكم، ولكن بنتعلم منكم يعني إيه صمود، ويعني إيه دفاع، ويعني إيه وقوف على الوطن. وبقول كلمة واحدة للمؤسسات الدولية، الحقيقة المؤسسات الدولية اللي بتدفع مليارات الدولارات علشان تمكن المرأة وعلشان تساعد المرأة على إنها تبقى عندها فرص متساوية في الحياة. أين دوركم في غزة؟ كيف تقفون في شكل المتفرج وأنتم تدفعون الأموال لإبادة نساء وأطفال غزة؟ وأطالب كل الشعوب في جميع أنحاء العالم اللي بيطلعوا بالمظاهرات واللي بيقفوا قدام السفارات وبيقفوا قدام حكوماتهم إن هم يغيروا موقفهم شديد التعنت من أهالي غزة، إنهم يذكروا المؤسسات الدولية إن أنتوا أول ضحية ليكوا في أراضي غزة هم السيدات والأطفال والشيوخ. فكفاية كفاية، اوقفوا النيران والقصف الآن في غزة. شكراً.